كوكو كريغيتي، كوكو سكان الحديرة الكبرى. يلا جيبوا ورقة وستيلو وما تنسوش الخشيبات. قبل ما نبدأ، هذا القفطان هذا اللي لابسه خديته من عند بيلا كافتون قنيطرة. بيلا كافتون قنيطرة، قنيطرة المغرب، في المملكة المغربية، جات في الغرب. بارك مبروك بعدا المنتخب الأشبال ديال المغرب اللي تأهلوا، بارك بارك في بلادي الشاشائري، بارك بارك. هذه هي الدنيا كريغليتي، شي غادي ينظم وشي غادي يتأهل، شي كيتقصى وشي كيربح. هذا ما كان الدنيا أحزان، مرة إيكامبي ومرة وزان. دابا كنسالي ومن سرقة زاد، كتخرج لينا سليعفانة نحلة. نحلة خرجت لابسة هاد الشي هذا، وقالت لهم القفطان الشاشائري، والله العظيم هاد الشي قالت لهم القفطان الشاشائري. فين؟ في تركيا، خارجة في تركيا وكتقول لهم القفطان الجزائري. يا قلتوا القفطان العثماني، برك برك، وانتم خديتوه من عند جدودكم العثمانيين، فكيفاش انتم واخدينه من جدودكم العثمانيين وكتقولوا تاعكم وغادين عند العثمانيين باش تقولوا لهم القفطان الشاشائري؟ ويك ويك كريغليتي، منين هو ديال العثمانيين؟ خليو العثمانيين اللي يهضروا، حنا جوج ديال الدول بيناتنا، عندنا تاريخ وعندنا امجاد وعندنا تراث، نتنافسوا بيناتنا ونتقاتلوا بيناتنا. نتوما شكون؟ نتوما السكرتيرات ديال العثمانيين، كاين غير شد الكلافيي برك 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 داكتيلو. ثانيا نحله، واش هذا قفطان؟ الكبيده ديالي هذا غير قميص، قميص ديال جوهره، ماشي قفطان، هذا غير قميص. هاد القميصه كبيده ديالي كانوا كيلبسوه جداتنا في ديورهم، حيت ما كانوش كيلبسوا البيجامات ولي غوب بحال جداك، لا كانوا كيلبسوا القفاطن وكيلبسوا القمايص والتشاميرات. هاد القميص كنلبسوه نهار العيد، ملي كتكوني جالسه في الصباح وكتفطري مع العائله المغربيه والاندلسي مطلوق والاله وداكشي، وانت كتشربي لك داك الكويس ديال اتاي وكتاكلي كعب غزال وانت لابسه القميص. كنلبسوه نهار الجمعه ملي كتحط القصريه ديال الكسكسو وكتكون مجموعه العائله. كنلبسوها كبيده ديالي ملي كيسالي العرس، عرفتي تا كيسالي، وكنشدو ديك الزلافه ديال الحريره وباش تشربيها على راحتك وتمرحي، كتلبسي لك واحد القميص خفيف. هذا حبيبه ديالي ماشي قفطان، وزيدي عليها هذا سواقي، ماشي تا قفطان ديال اليد الصنعه ديال المعلم، هذا قفطان سواقي بحالو بحال البيجامه. بلاتي هاد النحله فاتلي شفتها في شي بلاصه، صراحه ما عقلتش، بلاتي غنعيط لايمان، ايمان هي اللي غتفكني من هاد الحريره هادي. الو الو، وي ايمان، وي اختي، هادي كيرزوبيا ولا نحله ولا ما عرفتش شنو سميتها اختي، عييت نتفكر فين شفتها، فين شفتها ما عقلتش. 2017 مع احسان بن علوش، سيريا احسان، الله يسمح لك. هاد الدوسيجه السليعفانه هادي كانت جابتها احسان بن علوش، يا مات خوا الوقيته اللي كانت ما كتعرفش القفطان من التكشيطه وما كتعرفش كاع هادشي ديال التقاليد، وقالتها بفمها مسكينه، كانت لبساتها وكبرات بها، كانت مقرده. هانتوما شوفوا المقطع. احسان بن علوش واش بسمعي اليوم؟ اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. كنتفكرها في احسن حاجه كانت كتقدر ليلة القدر، كانوا كيمشيو يزوقوا لينا بالمكياج، لبسنا لباس المغربي والتاج، وكتحسي براسك اميره فاش كنا صغار. كي دايرين في ليله القدر؟ كيف كتشوفوا معترفه بفمها ان التقاليد ما كانش عندهم حتى، ولاو حتى هما قال لك اسيدي كيديروا ليله 27 وكلشي كيمسحوه في التلمسه. من داك النهار اللي صادفتها فيه احسان وهي كتعرف على المؤثرين المغاربه وكتلحس ليهم الكابا، وتا هما ثاني مساكن المغاربه ديالنا كيكبروا بها ويضايفوها ويلبسوها، بحال هاد السيد هذا اللي مشى مسكين معاها كيقلب لها على السلهام وعلى القفطان وما عارفاش تقول السميات. شنو بغيتي؟ اللعبه خاصها اللي يعقبها اللي ما بغاش فيها العقاش، ماشي هذيك اللعبه. هاد العقاش انا ما فهمتهاش، يعني بغيتي تكشيطه؟ ماشي قفطان، ماشي قفطان، تكشيطه العز دابا باش تمشي العز تحضري بالعز. كتلبس لبسه؟ جات عاود للمغرب وهي اللي كانت راكبه في الطوموبيل وكتسب وكتقلب على فاطمه الزهراء شوف تي في، وتسب في المغاربه وشوف هذا كي داير وشوف هذا كي داير، وهي ماشي فاش راسها كيفاش دايره. جا ما زدتهم مع عباد خويا، راني نحوس على فاطمه تشوف تي في. لا لا، هذا شوفوا كيف راهو يمشي. ميساج لخوتي ولاد بلادي المغاربه اللي كيستقبلوا هاد لي هوك، عارفاكم كتستقبلوهم بحسن نيه بسبب تربيتنا، واننا حنا شعب مضياف كيستقبل الناس ويكبر بهم وكيبغي يعرف بثقافه بلادو. عارفه انكم عمركم توقعتوا ان هاد الناس غادي ينكروا الخير وغادي يمشيو وينسبوا داكشي اللي نتوما عطيتوه ليهم ويقولوا تاعهم برك برك.
بحال كي دارت هاد السلعفانه ملي خسر المغرب مع فرنسا، عقلها كان غادي يخرج. اي هادي اللي جات المغرب وكلات طعام المغرب ولبسوها المغاربه وكبروا بها المغاربه. نتمنى ان هادي تكون مثال باقي المغاربه والمغربيات اللي كيصطادفوا هادو اللي هنا تحت شعار الطاوة طاوة. غيجي واحد النهار وغيتقلبوا عليكم وكاع داكشي اللي علمتوه ليهم غادي يولي تاعهم. ودوك صحاب نحن إخوة وتاريخ مشترك وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، ما جمعنا حتى شي حاجة. تاريخنا عمره ما كان واحد، كل واحد فينا عنده لباسه وعنده تاريخه وعنده تقاليده. عندهم هما تقاليد عثمانية، عندنا حنا تقاليد مغربية محضة. فمني كتقول أننا عندنا نفس تقاليد فأنت كتقلل من موروثك ومن تاريخك اللي خلاو لك جدودك. حاليا كنوجد موضوع طويل على القفطان المغربي، لكن غنفتح واحد القوس بالنسبه للناس اللي كتهضر على البياعه والشرايه. صعيب انك تقول لواحد ما تبيعش السلعه ديالك، بالعكس حنا سلعتنا كنبغيوها تروج وتنتشر في العالم على اساس انها سلعه مغربيه. المشكل ماشي في التجار ديالنا، العيب ماشي في التجار، العيب في هذاك اللي كيجي بكل وقاحه وكيشري السلعه وكيزول ليها التيكيطه اللي مكتوب فيها صنعه في المغرب باش كيحط فيها سميه بلادو. وهذا الشيء هذا كنلقاو غير مع جوارينا برك برك. اما باقي الدول فملي كتشري كتقول قفطان مغربي. الاخطر هو انه كاين بعض التجار اللي كيجيو يشريو القفطان المغربي من المغرب وكيدوزوه على تونس ويجيبوه للشاشاير ويحيدوا ليه التيكيطه ويبيعوه في المشرق على انه شاشائري. ان كيشريو داكشي بالكرو اللي كيمشي لكازا راه كيبان له بلاص البايس اللي كيتباعوا فيهم القفطان عامرين غير بالشاشائريين. المشكل ماشي في البياعه والشرايه، المشكل في الشاشائريين اللي كيجيو كيديروا مشاريع عندنا هنا في المغرب ويمشيو لفاس ويفتحوا ورشات ديال القفطان باش يصايبوا القفاطن ويديوهم لبلادهم. هادو هما اللي خاصنا نديرو عليهم واحد علامه استفهام ونقولوا هادشي هذا شنو هو. كاين واحد الحاجه سميتها لو لابيل ماروكان، هادشي اللي قلتو لينا. فبما انه كاين لو لابيل ماروكان، اي واحد خدا حاجه من المغرب خاصو ينسبها لمالها. ما دارش غير تيكيتا فيها المغرب حيت التيكيتا كيطيروها. اسيدي طرزوا ليا الدرابو ديال المغرب هنايا، الدرابو ديال المغرب طرزوه وحطوه تماك كدليل انه من المملكه المغربيه. الموضوع ديال انهم كياخذوا السلعه المغربيه ويحيدوا لها التيكيتا ويمشيو يبيعوها في المشرق راه قديم. راه شحال هذه ملي كانت القوافل التجاريه ديال المغرب كتمشي لمصر كانوا كيتعرضوا لها قطاع الطرق من الشاشاير وكياخذوها وكيمشيو هما يبيعوها في مصر على انها شاشائرية برك برك، علما انه في مصر السلعة الشاشائرية ما كانتش كتمشى لان في ديك الفترة كان الحكم العثماني والسلعة ديال العثمانيين هي نيت في جميع المستعمرات العثمانية. عليها كان الاقبال على السلعة المغربية لانها سلعة فريدة جديدة عليهم اوريجينال ما عندهمش، فكان عليها الاقبال. عليها كانوا كريغلاتي كيقطعوا الطريق، هادشي راه من قديم راه ماشي حتى اليوم. ومع ذلك الاصلي كيبقى اصلي. فيما يخص تسجيل القفطان فهو مسجل شحال هادي في الاساسكو على انه مغربي. بالنسبه لليونسكو ما يمكن لكش تدفع في نفس السنه جوج ديال الملفات، فتدفع ملف ديال تسجيل الملحون حيت حتى الملحون كيتخنشل حاليا، تدفع ملف تسجيل الملحون وسنه 2025 غادي يتم التسجيل ديال القفطان المغربي بجميع الحرف ديالو من سفيفه من عقاد صنعه في الصاله، جميع التفاصيل اللي كتخص القفطان المغربي والصناعه ديال الزي المغربي غادي تسجل في اليونسكو. بالنسبه لكريغلاتي واخا دفعوا الملف اللي دفعته، الملف المغربي ثقيل جدا تاريخيا وبالحجج والبراهين. اما نتوما كيف قلت يحيدوا ويكيبيديا غيبقى لكم غير سروال الشلقه، وحتى هو غيجيو العثمانيين يقولوا لكم تاعنا برك برك. كون ما كانتش ايمان ما كنتش غنعقل على هذا المصدع. فشكرا للاخت ايمان اللي حتى هي عندها قناه على يوتيوب كتدافع فيها على التراث المغربي، في نفس الوقت عندها صفحه على انستغرام وعلى تيك توك. يلا هكري غلاتي تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.